السلام عليكم طلاب الصف الثامن، أهلا بكم ومرحبا. إن شاء الله بإذن الله هنستكمل دروس التاريخ إن شاء الله اليوم تحت عنوان يا شباب ضعف الدولة العباسية وأسباب سقوطها. طبعا يا شباب كنا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم لما اتخذ من المدينة المنورة عاصمة للمسلمين بدأ أنه يوحد ويعمل قواعد وأسس ومبادئ الدولة الإسلامية، ثم توالى الخلفاء الراشدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى قام معاوية بن أبي سفيان في عام 40 من الهجرة بتأسيس الخلافة أو الدولة الأموية، وبعد ذلك توالى الحكم تدريجيا عن طريق أبناء الحكام زي ابن سيدنا معاوية رضي الله عنه حتى عام 132 هجريا. ونظرا لعوامل ضعف الحكام في ذلك الوقت في عام 132 هجريا حصلت بعض الثورات مثل الثورات العلوية وغيرها مما أدى إلى ضعف الدولة الأموية في ذلك الوقت. استغل العباسيون وهم المنتسبون إلى العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم هذه المناسبة عليه الصلاة والسلام، وبدأ أن هم ينشروا الدعوة العباسية من فارس وخراسان، وبدأ ينشر الدعوة على يد أبي مسلم الخراساني وأبي سلم الخلال، حتى استطاعت الجيوش العباسية من الانتصار على الجيش الأموي في مدينة الكوفة عام 132 هجريا، وبذلك انتهت الدولة الأموية نهائيا من التاريخ، وبدأ عصر جديد سمي بالعصر أو الخلافة العباسية. كان أول الخلفاء العباسيين طبعا زي ما احنا عارفين شباب هو أبو العباس السفاح وقد اتخذ من مدينة الأنبار عاصمة له، ثم تولى بعد ذلك أبو جعفر المنصور وهو المؤسس الحقيقي للدولة العباسية، وأمر ببناء مدينة بغداد عام 145 هجريا على الشاطئ الغربي لنهر الدجلة واتخذها عاصمة للمسلمين. تطورت الحياة الاقتصادية والحياة السياسية والحياة الاجتماعية في البيت العباسي في ذلك الوقت حتى أصبحت أقوى دولة في العالم في ذلك الوقت. ولذلك يا شباب قسم العلماء العصر العباسي إلى عصرين مهمين جدا. العصر الثاني هو اللي حصل فيه أسباب وضعف الدولة العباسية. العصر الأول يا شباب سمي بعصر الازدهار والقوة الاقتصادية والسياسية، وده طبعا بفضل أمثال الخلفاء مثل أبو جعفر المنصور وهارون الرشيد، كانوا من أهم الولاء لسعادة العلماء والأدباء والفنانين وتأليف وحركات التأليف والترجمة على على رفع من مستوى الدولة. تمام؟ أما الجزء الثاني من العصر العباسي اللي حصل فيه تلك المشاكل وأدى إلى سقوط الدولة العباسية شباب، فكان بعد دخول بعض العناصر الأجنبية في الحكم مع العرب مثل الفرس والإتراك. فعندنا شباب خمس أسباب رئيسية أدت إلى سقوط الدولة العباسية ولانتهاها من الوجود. كان أول سبب شباب هو الصراع بين أبناء البيت العباسي. طبعا يا شباب اتبع الخلفاء منهج تولية الأبناء الحكم، وده طبعا المنهج ده ما كانش موجود غير لما عملوا سيدنا معاوية بن أبي سفيان أبان الخلافة الأموية، فأدى ذلك إلى وجود الشحناء والبغضاء والكراهية بين أبناء البيت العباسي الحاكم، حيث تولى الخليفة المهدي ثم الهادي ثم هارون الرشيد، ثم أمر بالخلافة لابنه الأمين ثم المأمون ثم المعتصم. طبعا أبناء البيت الحاكم في ذلك الوقت كانوا يكنون الكراهية والغضب لذلك الأمر، فحصلت بينهم يا شباب بعض الحروب أو بعض القتال عشان يستولى على حكم الدولة العباسية. فكان هذا الصراع بين أبناء البيت الحاكم من أهم أسباب وضعف الدولة العباسية وسقوطها. تاني حاجة يا شباب اللي هو سيطرة الفرس والأتراك على شؤون الدولة. كنا احنا عارفين طبعا أن العباسيين استعانوا بالفرس في قيام الدولة العباسية، واتخذوا من مدينة فارس في ذلك الوقت مركزا للإشعاع العباسي أو مركزا لنشر الدعوة العباسية. تمام؟ استطاعوا بقى العباسيين عن طريق وصولهم إلى الحكم أن هم يهدوا للفرس مكافآت لذلك الأمر، فعينوا منهم المستشارين وعينوا منهم الوزراء يعني أردا للجميل في بداية قيام الدولة العباسية. طبعا استغل الفرس هذا الأمر وحبوا أن هم بقى يصبغوا الخلافة العباسية في ذلك الوقت بالصبغة الفارسية وأن هم يستمروا حتى يصلوا للحكم. فانتبه الأمر لذلك إلى الخلفاء العباسيين حتى أن أبو جعفر المنصور أمر بقتل لأبي سلم الخلال، إضافة لأن أبي العباس السفاح أمر بقتل أبو مسلم الخرساني. طبعا ولا يخفى علينا هارون الرشيد حين أمر بقتل مين؟ أبو جعفر البرمكي. تمام يا شباب؟ أما الإتراك عنصر الإتراك فالاستعانة بهم يا شباب اللي هو المعتصم.
استعان بهم ليه؟ استعان بهم عشان يقدر يعمل على توتيد دعائم الامن في الدوله العباسيه في ذلك الوقت. لا ان الفرس ولا ان العرب يتنافسون وبداوا يعملوا ثورات ضده وانقلابات ضده، فعمل على ايه؟ عمل على الاستعانه بعنصر خارجهم الاتراك، وانشا لهم مدينه اسمها مدينه سامراء الموجوده حاليا في العراق عام 221 هجريا، وانشا جيش خاص بهم كان تحت ايه؟ تحت اوامره ايه المطلقه. تمام؟ استطاع بعد ذلك الأتراك يا شباب ان هم بدأوا ان هم يتصرفوا كما فعل الفرس في البداية، حتى استطاعوا في النهاية ايه ان هم يستحوذوا على قطعة من الأرض سميت بالدولة السلجوقية، ودي كانت من اهم اسباب وتفرق الدول في الدولة العباسية في ايه في الشرق. تاني حاجة يا شباب، ثالث حاجة اسمها نشأة الفرق الإسلامية. طبعا يا شباب نظرا لضعف الحكام العباسيين في ذلك الوقت، ظهرت بعض الفرق الإسلامية اللي هي أعانت على ضعف الدولة زي ايه؟ زي السنة وزي الشيعة، إضافة إلى الزنادقة والخوارج. دول كان من أهم أسباب ضعف الدولة العباسية ليه؟ نظرا لقيامهم بثورات متوالية على إيه؟ على الحكام والدولة. فكانت الدولة بتجهز الجيش وتجهز العتاد وتجهز كل المؤن اللي بيستخدمها الحروب من أموال وأسلحة وغيره، فده كان بيكلف خزينة الدولة أموال طائلة. مش كده وبس، حتى إن القتل اللي كان بيقتل في ذلك الوقت كان عدد كبير، مما أدى إلى حدوث ما يعرف بالحرب الأهلية في ذلك الوقت عشان الخلفاء يخمدوا تلك الثورات. طبعا فكانت من أهم أسباب سقوط الدولة العباسية نشأة الفرق الإسلامية زي السنة والشيعة، إضافة إلى الخوارج والزنادقة. الرابع شباب، له اتساع الدولة وصعوبة المواصلات. كنا احنا عارفين طبعا يا شباب ان الدولة العباسية اتسعت من الشرق الى الغرب، حتى وصلت الى حدود الصين في ناحية الشرق، ووصلت الى بلاد الاندلس في ناحية الغرب في اوروبا. طبعا ودي كان من اهم اسباب ضعف الدولة، رغم ان هو قوة لكن كان لصعوبة المواصلات وانتقال الجيش الخليفة اللي هو كان بيتمركز في بغداد في ذلك الوقت او في الكوفة او في دمشق عشان ينتقل ويروح حدود الصين عشان ينهي أي صراعات مع بعض الولاه اللي هم بدأوا أن هم ينفصلوا بالحكم عن الخلافة العباسية، كان الأمر بعيد جدا، فكان بيستغرق وقت. حتى كان الوالي في ذلك الوقت أنه ينفصل ويستعد بجيشه وينظم دفاعه وينظم أموره حتى يقوم الجيش إيه؟ الجيش بتاع الخليفة اللي جاي في ذلك الوقت إيه؟ يحاربهم. تمام؟ فكانت من أسباب اتساع الدولة في ذلك الوقت هو إيه يا شباب؟ هو انعزال أو فصل بعض الولاه لبعض الدول في بعض المناطق زي السلاجقة في الشرق، إضافة إلى الدولة الفاطمية اللي ظهرت في شمال إفريقيا وخاصة إيه في مصر. دي كانت من أهم الدول التي انفصلت عن الخلافة العباسية وأدت إلى ضعف الدولة إيه في ذلك الوقت. خامس حاجة يا شباب، اللي هو دخول المغول بغداد عام 656 هجريا 1258 هجريا. قال العلماء يا شباب أن دي كانت من أكبر المصائب التي حصلت في التاريخ الإسلامي عبر التاريخ، اللي هو إيه؟ اللي هو دخول المغول بغداد. حتى يقال في بعض الأمور أن المغول قتلوا ما يزيد عن 2 مليون مسلم بما فيهم الخليفة المستعصم وإيه؟ وأولاده والعائلة المالكة في ذلك الوقت في بغداد، وأراقوا إيه؟ أغلب دماء المسلمين اللي كانت موجودة في إيه؟ في بغداد، حتى انهارت الخلافة العباسية وانهار البيت إيه؟ البيت العباسي في ذلك الوقت. يبقى كان عندنا خمس أسباب يا شباب من أهم أسباب سقوط الدولة. أول حاجة الصراع بين أبناء البيت العباسي، زي ما قلنا تولية الخلفاء لأبنائهم أدى إلى شحن بغضاء بيت أفراد الأسرة الحاكمة للخلفاء. تاني حاجة اللي هي سيطرة الفرس والأتراك، قلنا استعانوا بالفرس في بداية الأمر لنشر الدعوة. بعد ما نشر الدعوة استطاع الفرس أن هم يعملوا إيه؟ يصبغوا الخلافة العباسية بالصبغة الفارسية. بعد كده استعانوا بالأتراك، وده كان عن طريق المعتصم عام 221 هجريا، وانشأ لهم مدينة اسمها سامراء عشان تساعدوا في توطيد دعائم الامن في ذلك الوقت. الاثنين طبعا عملوا ايه؟ عملوا شبه ثورات على الخلفاء الموجودين في ذلك الامر، حتى ايه؟ حتى استطاعوا ايه؟ ايه هزيمتهم. ثالث حاجة يا شباب زي ما قلنا اللي هي نشأة الفرق الإسلامية، زي ما قلنا ظهور أهل السنة وأهل الشيعة، إضافة إلى خروج الزنادقة والخوارج وقيامهم ببعض الثورات ضد الخلافة العباسية، الأمر الذي أدى إلى أن كلف الدولة أموالا طائلة وأرواح بشرية كثيرة، فقدت فيها أرواح بشرية كثيرة. كل ذلك أدى في النهاية لإيه يا شباب؟
إلى عوامل أو أسباب من ضعف الدولة العباسية. رابع حاجة كنا اتكلمنا عليها يا شباب اللي هي اتساع الدولة وصعوبة المواصلات، وقلنا كان نتيجة لاتساع الدولة من حدود الصين في الشرق إلى بلاد الأندلس في الغرب، أدى ذلك إلى انفصال بعض الولاه عن الأماكن اللي كان حاكم فيها. نظام الولاد يا شباب كان الخليفة يعين مثلا على مصر والي يحكم باسمه ويدعي له على المنبر إيه، لكن يتبع كل أمره إلى الخليفة الموجود في بغداد في ذلك الوقت. أهل المغرب العربي كان يتبع الوالي الحاكم لهم لأهل الخليفة الموجود في بغداد في ذلك الوقت. فكان نظام الولاه أي نظام مثلا نائبين عن الخليفة في تلك الدول. فلما لقوا أن الدولة بدأت يدب فيها الضعف وبدأت تتسع وتكبر، بدأ أن كل والي إيه ياخد الجزء الخاص به أو ياخد الدولة اللي هو بيحكمها ويخليها إيه ويخليها تتبع سلطانه. تمام يا شباب؟ خامس حاجة قلنا اللي هي دخول المغول بغداد عام 656-1258، وقلنا كان في عهد الخليفة المستعصم، واستطاع المغول في ذلك الوقت أن يقتلوا الخليفة وأولاده يا شباب، حتى إيه؟ حتى استطاعوا انتهاء الخلافة العباسية بشكل إيه؟ بشكل مباشر. عندنا كم سؤال كده لازم نكتبهم يا شباب بحيث إن احنا نكون على صلة تامة بما سبق والدرس بتاع اليوم. أول سؤال إن شاء الله يا شباب، واحد، اذكر أسباب ارتفاع المستوى الاقتصادي والسياسي في الدولة العباسية الأولى. طبعا هنقول ايه الإجابة؟ قلنا لأن بعض الحكماء أمثال أبو جعفر المنصور وأمثال هارون الرشيد وأولاده الخليفة المأمون والمعتصم كانوا بيهتموا اهتمام واسع بالعلماء والأدباء والفنانين، وأنشأ لهم حركة، أنشأ لهم دار يسمى دار الحكمة، وده كان مخصص للتجارة للترجمة في بغداد، إضافة إلى حركات التأليف في العلوم الأخرى، مما ساعد على ارتفاع المستوى الاقتصادي والسياسي للدولة. تمام؟ السؤال الثاني وده المهم جدا يا شباب، سين 2 بيتكلم عن أذكر أسباب ضعف الدولة العباسية. ده اللي هو بيتكلم عن موضوعنا اليوم يا شباب، اللي هو بيتكلم عن موضوعنا اليوم اللي هو الصراع بين أبناء البيت العباسي الواحد، إضافة إلى سيطرة الفرس والأتراك على شؤون الدولة. وفي هنا ملحوظة يا شباب، الصراع بين أبناء البيت العباسي دي كان من أسباب ضعف الدولة، لكن من أهم خصائص الدولة وده أخذتها في درس السابقة كان الصراع بين أبناء البيت الهاشمي. إن العلويين يا شباب كانوا بينظروا إلى العباسيين إن هم اغتصبوا الحكم منهم، لأن أسباب ضعف الدولة الأموية السابقة كان العلويين، لأن العلويين هم اللي قاموا بثورات ضد الدولة الأموية. اتخذ من تلك الثورات العباسيين وبدأوا أن هم ينشروا الدعوة بتاعتهم، فاتخذوا فرصة انشغال الأمويين مع العلويين وبدأ أن هم ينشأوا عليه على رفع مستوى الدولة بتاعتهم، وبدأ أن هم ينشروا الفكر الخلافة العباسية وبالفعل قامت. تمام؟ يبقى الصراع بين أبناء البيت الهاشمي غير الصراع بين أبناء البيت إيه العباسي. تاني حاجة اللي هي سيطرة الفرس والأتراك، تالت حاجة اللي هي نشأة الفرق الإسلامية، اتساع الدولة وصعوبة المواصلات، دخول المغول بغداد عام 656 هجريا 1258. طبعا السؤال الثالث يا شباب اللي هو استعانة الخليفة نقط بالأتراك وأنشأ لهم مدينة نقط عام نقط. طبعا يا شباب ان احنا عارفين الاستعانة بالاتراك في الحكم كان الخليفة مين؟ كان الخليفة المعتصم. تمام؟ وانشأ لهم مدينة سامراء اللي هي موجودة حاليا في العراق عام 221 ايه هجريا. ليه؟ ليستعين بهم في ايه شباب؟ في القضاء على اي معارضة كانت بتواجهه في ذلك الوقت، خاصة ان احنا قلنا ان الفرس والعرب بدأ ان هم يتنافسوا مع بعضهم البعض، زي ما استعان الخليفة المأمون بالفرس على اخيه على اخيه الامين، وادى في النهاية الى قتل ايه الامين، وبقى الخليفة المأمون
يكون بقى خليفة المسلمين، تمام؟ يبقى ليه استعان الخليفة المعتصم بهم؟ عشان لو جالك بمتفسر استعان الخليفة المعتصم بالأتراك في شؤون البلاد بسبب زيادة نفوذ أو ازدياد نفوذ الفرس والعرب في الحكم، مما أدى إلى إيه؟ إلى زعزعة نظام الحكم في الدولة العباسية. عشان كده جابهم وأنشأ لهم مدينة وأنشأ لهم جيش خاص بيهم عام 221، وبدأ إن هو يعمل على توطيد دعائم إيه؟ توطيد دعائم الدولة، تمام؟ آخر سؤال يا شباب بإذن الله عليكم، اللي هو بنى الخليفة أبو جعفر المنصور مدينة نقط عام نقط. طبعا السؤال ده متعلق بايه؟ بالدرس السابق، بحيث ان انتوا تكونوا ان شاء الله على صلة بالدولة العباسية عشان المعلومات ما تفتقدش بعضها البعض. فبنى الخليفة ابو جعفر المنصور مدينة بغداد عام 145 هجريا على الشاطئ الغربي لنهر ايه؟ لنهر دجلة. وبذلك اصبحت الخلافة العباسية لمدة خمس قرون، لمدة خمس قرون يا شباب، تمام؟ حتى جاء المغول، حتى جاء المغول وايه؟ واستطاعوا هزيمة الدولة العباسية. إن شاء الله إضافة لتلك الأسئلة يا شباب، الواجب طبعا بإذن الله برضو إضافة ليهم الواجب حل أسئلة الكتاب صاد 44، حل الأسئلة المتعلقة بالدولة العباسية وذلك الأمر وما سبق صاد 44. إن شاء الله يكون بإذن الله الدرس وصل لكم بأكثر وعي ومفهومية، تمام؟ ومع تمنياتنا بالتوفيق إن شاء الله، ونلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.